انت في الاخر انت بسوق، هذا يعتبر الحين سوق الغناء بابا. انت قاعد تعرضه على اكثر واحد، هذا يحس جوه ما يحس جوه حسب يعني. في وايد واحد يسعى حق يعني جبرني الوقت. كان اللي غناها طبعا الفنان جميل عصام كمال طبعا، هو كانت حق رويشد وفي اغنيه نزلها ونجحت نجاح كبير يعني. اي طبعا الان في رصيد عصام كمال ايش كثر قدم اغاني في رصيده. ففي كذي وايد اغاني تنعرض على اشخاص ما يعني يحس انه مو جوه.